النهارده هنقدم لكم عرض مسرحي بعنوان نفرتيتي ملكة مدينة النور من إعداد هاني المتناوي، والعرض عبارة عن قراءة مسرحية. العرض كمان مأخوذ من رواية عايش في الحقيقة لنجيب محفوظ، كتبها سنة 85، وبيقدم العرض على خشبة المسرح فرقة مسرح الشنطة. برحب النهاردة بضيفي هاني المتناوي. وهاني ممثل ومخرج مسرح، شفناه كممثل في كتير من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات، كمان يمكن من آخر الأفلام سنة 2016 فيلم محمد خان قبل زحمة الصيف، وفيلم شريف عرفة الممر، غير أنه هو ليه إنجازات كتير في مجال المسرح، منها مثلا تأسيس مهرجان مسرح الكوميديا الخفيفة، وأسس فرقة الشنطة المسرحية سنة 2014. برحب بيك يا هاني النهاردة معايا، والنهاردة هنشوف قراءة مسرحية عن رواية نجيب محفوظ العايش في الحقيقة. كلمني عن عرض النهاردة، انت هتاخدنا وترجع بينا للأسرة الـ18 لعصر إخناتون. هنشوف ايه النهاردة على المسرح؟ قصة إخناتون، الملك إخناتون، هي قصة غامضة شوية في التاريخ. وبعدين أنا لما قعدت ذاكرت اكتشفت إن الناس كانت بتكتب عنه بوجهة نظر ما، وبعدين معارف جديدة حصلت بعد ما اتفضت النصوص اللي خاصة بمقبرة توت عنخ آمون، فبينت طبعا توت عنخ آمون هو أخو إخناتون زي ما احنا بنقول يعني، وهو اللي جه بعديه في تولي عرش مصر. فالنصوص ديت بينت، اكتشفوا ان في صراع ديني كان كبير قايم ما بين إخناتون وكهنة آمون. الصراع ده هو اللي ادى بان مصير إخناتون اختفى، واحنا مش عارفين اي حاجة ومش عارفين اي معلومات عنه، غير ان هو اللي ضيع الامبراطورية. يعني مصر فقدت نفوذها اللي كان ممتد من عند العراق شمالا الى الحبشة، تحت اعالي الحبشة امبراطورية كبيرة جدا كانت مصر، وان إخناتون هو اللي ضيع هذه الامبراطورية. بس هي دي اللي كانت المعلومات اللي كانت موجودة حتى في النصوص المسرحية اللي كانت موجودة زمان. وبعدين لفت نظري ان ادبنا الكبير نجيب محفوظ كتب الروايات التاريخية، وخلاص هو بدأ يروح عند الواقعية الجديدة وهكذا، وكتب الثلاثية وراح في منطقة تانية، اكتفى بهذا الجزء من التاريخ، لكنه عاد زي ما حضرتك أشرتي سنة 85 ان هو يكتب الرواية التاريخية. اعتقد ان هو حس بالمسؤولية ان دي معارف جديدة وخاصة بتاريخ مصر. وهو أدبنا العربي، احنا بنعرفش كل ده كلام عارفه الباحثين، والباحثين عادة بيبحثوا بلغتهم، يعني ما كانش عندنا الإيجيبتولوجي، ما كانش مسؤول، فحس بالمسؤولية، فعشان كده عاد وكتب علشان خاطر ينصف بعد ما كتب رادوبيس وكتب كذا رواية من زمان في العصر المصري القديم، وكتب ووقف خلاص يعني. قال انا هيبطل يكتب في التاريخ وهيكتب بقى عن الواقع الموجود، لكنه عاد وكتب الرواية ديت علشان خاطر يلقي الضوء على تفاصيل غائبة، اللي هو الصراع الكبير اللي بينه وبين كهنة آمون. والصراع ده مش كلمة وخلاص، لا ده صراع رايح جاي واتطور مع الوقت، فبدأ يبقى ياخد طابع عنيف شوية، ده يشيل آمون من على النقوش، فالتانيين كسروا له المدينة كلها خالص، لدرجة ان احنا كمان في شك في ان هو مصيره ان هو ما ماتش عادي، ده هو تم التخلص منه، ففي اتهامات مستواها كبيرة جدا، وتم اتهامه يعني، حتى بنشوف في النص نجيب محفوظ ان هو تم تلقيبه بالمجنون وال كل واحد. هو ظريف قوي في الرواية ان هو عامل زي كاتب التاريخ بيقابل الشخصية شخصية من اللي عايشين وقتها وبيحكوا له اللي حصل. ففي اللي شافه مجنون، وفي اللي شافه نبي، وفي اللي شافه كافر، وفي اللي شافه كافر، وهكذا، وكل واحد ايه من زاويته بيحكي القصة. احنا اللي عملناه ان احنا اخترنا ان احنا نحكي عن إخناتون، بس احنا عاوزين بطلة امرأة،
وده مش غريب، لان هو كان اخناتون كان مش شريكته في الحكم، مش مجرد زوجته، هي شريكته في الحكم. الملكة نفرتيتي. الملكة نفرتيتي.